اول حاجه هي جمع الشمل لانه كاين 4 ولا 5 ديال الاجيال. اول حاجه هي نطلقوا من جديد لانه الجمعيه كانت غادا في الطريق اللي ماشي هو هذا، كانت غادي تفنى يعني. الناس خدموا الله يجازيهم بخير، ولكن تغلبوا بقاو 5 ولا 6 ديال الناس اللي كيعملوا داخل الجمعيه، بالعلم انه كاين 200 ل 300 لاعب قديم اللي بامكانهم انهم يخدموا داخل الجمعيه. الهدف الاساسي هو جمع الشمل، الهدف الثاني هو اللقاءات يعني المسترسله باش نعاودوا نحيوا صله الرحم، اضافه الى يعني المساعده داخل الجمعيه، نعاونوا بعضياتنا اللاعبين اللي ميسورين واللاعبين اللي ما في حالهمش يتلاقاو ويكون وتكون عائله رجويه، واللي تعاون حتى النادي من الناحيه التقنيه، لانه الجمعيه غتوضع لجنه رهن اشاره، غتوضع رهن اشاره النادي كمستشار فهمتي، كلجنه استشاريه. الا بغاو من النادي راه مرحبا، ما بغاوش النادي هو لا كامل الصلاحيه. كنعتقد انه الهدف الاساسي هو جمع الشمل اليوم وتفعيل الجمعيه، لانه الجمعيه كانت غتموت. حنا هذه الجمعيه ديال قدماء اللاعبين، حنا نجمعوا اللاعبين القدامى، وحنا كنبقاو اشاره الجميع، لا جمهور لا كل شيء، حنا مع الجمهور، حنا مع النادي بدرجه الاولى. نجمعوش منا حنا الاولين، لان اللاعبين القدامى كانوا مشتين.